كويس. احنا حاليا يا فندم متواجدين بغرفه التحكم الخاصه بالنفق من الجهه الشماليه. التحكم يا فندم بيتم من جهه الشرق من غرفه التحكم اللي احنا متواجدين فيها حاليا، وفي غرفه اخرى مماثله تعمل غرفه احتياطيه من جهه الغرب. غرفة التحكم يا فندم بتتكون من مجموعة من شاشات العرض، واللي بيتم من خلالها عرض ومراقبة كافة الأنظمة الكهروميكانيكية الموجودة داخل النفق. ده طبعا بيسر علينا عملية تشغيل النفق واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية الخاصة بأعمال الصيانة. نفق الشهيد أحمد حمدي شمالي يا فندم بيقاوم من طريق سطحي بعدد 2 حارة مرورية، وممر خدمات أسفل النفق يستخدم في حالات الطوارئ. النفق أيضا يا فندم مزود بعدد 12 غرفة هروب طوارئ موزعة بطول النفق بمسافات بينية كل 250 متر. يوجد أيضا يا فندم عدد 2 غرفة خاصة لتسهيل دخول فرق الحماية المدنية والإخلاء والإنقاذ في حالات الطوارئ من خارج النفق إلى داخل النفق بكل سهولة ويسر. يتم يا فندم تغذية النفق عن طريق الطاقة الكهربائية بعدد 4 مصادر خارجية للتيار الكهربائي، كل مصدر منها منفردا قادر على تغذية النفق بالكامل. هذا بالإضافة إلى منظومة مولدات الطوارئ الاحتياطية والتي تعمل بشكل تلقائي ولحظي لعدم انقطاع التيار الكهربائي عن النفق نهائيا. تم تصميم وتنفيذ النفق يا فندم طبقا لأعلى معايير الأمان العالمية، حيث يتم مراقبة حركة سير النفق على مدار الساعة بواسطة مهندس التشغيل من داخل غرفة التحكم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة العابرين. أستاذ حضرتك يا فندم، يتم تشغيل النفق ومتابعته من خلال غرفة التحكم بواسطة عدد 2 مهندس من هيئة قناة السويس. أساساً سيادتك سوف يكون كل منهم بعرض أهم أنظمة التشغيل وآليات التشغيل يا فندم. مع سيادتك يا فندم مهندس عماد الدين عمران، إدارة الأنفاق والكباري، هيئة قناة السويس. أنا مسؤول يا فندم على متابعة شاشات التحكم والمراقبة في حركة مرور السيارات. من خلالها يا فندم بيتم التحكم في اشارات المرور داخل النفق والاشارات المسؤوله عن تحديد السرعات والحارات المروريه في النفق يا فندم. يوجد ايضا يا فندم في النفق حواجز مروريه، وده بيساعد عندي لتنظيم حركه المرور داخل النفق وسلامه العابرين في النفق. ايضا يا فندم مسؤول على مراقبه قياسات الغازات والعادم داخل النفق، وده بيتم عن طريق اجهزه استشعار خاصه. الاجهزه دي يا فندم وظيفتها انها بتقوم بتشغيل منظومه التهويه داخل النفق، بنقدر من خلالها نتحكم في عدد 40 مروحه بطول النفق يا فندم، وده بيضمن لي سلامه وامن مستخدمي الانفاق. متابعه درجه حراره جسم النفق يا فندم ايضا بيتم من خلال اجهزه استشعار درجه حراره داخل النفق واسفل الطريق، وده يا فندم بتبقى مربوطه بمنظومه الاطفاء التلقائي اللي من خلالها يا فندم بتبقى في وضع استعداد ان لو حصل حريق في اي مكان في النفق لا قدر الله بتتدخل تلقائيا لاخماد الحريق. منظومة الحريق يا فندم داخل النفق بتتكون من 3 كابلات بتعمل بنظام الاستشعار الخطي لدرجة الحرارة. طفايات الحريق يا فندم موجودة كل 100 متر بطول النفق. نقاط الإطفاء اليدوية بتكون موجودة كل 50 متر بطول النفق بعدد 82 نقطة حريق، ده طبعا بيتم استخدامهم من عناصر الحماية المدنية. وأخيرا يا فندم عندنا نظام الإطفاء الضبابي، ودي منظومة حديثة جدا بيتم تشغيلها آليا، وبتدخل كمرحلة أولى قبل تدخل قوات عناصر الدفاع المدني في حالة وجود حريق في النفق لا قدر الله، بتسيطر على الحريق، وبعد كده يا فندم بيتم انتهاء الحريق بالكامل من خلال عناصر الدفاع المدني. أستاذ سيادتك يا فندم، زميلي مهندس رمضان هيستعرض بقى الأنظمة مع سيادتك. تمام يا فندم، مع سيادتك مهندس رمضان عبد الله يا فندم، إدارة الأنفاق والكباري، هيئة قناة السويس. مسؤول يا فندم عن متابعة شاشات المراقبة والتحكم يا فندم الخاصة بالكاميرات من خلال عدد 47 كاميرا متحركة على سطح الطريق، ومن خلال 18 كاميرا ثابتة خلال ممر الهروب والطوارئ. أيضا يا فندم نظام الكاميرات مربوط بجهاز الرادار اللي بيقدر يقوم بتحديد واكتشاف مكان العطل أو الحادث لا قدر الله، ومن ثم عرضه على الشاشة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا يا فندم. أيضا يا فندم مسؤول عن تلقي الاتصالات من المستخدمين لتوجيه الأفراد والمركبات في حالات الإخلاء والطوارئ. مسؤول ايضا يا فندم عن نظام الصرف واللي فيه يا فندم بيتم تجميع المياه في منتصف النفق من خلال خزان يا فندم بيتم طرد المياه الى خزان خارجي بسعه 450 متر مكعب. واخيرا يا فندم بيتم اضاءه النفق بعدد 2000 كشاف للتحكم في شده الاضاءه بالمقارنه بالاضاءه الخارجيه للنفق. اي اوامر يا فندم؟